أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد في الحديث أنه يوم القيامة يقال الذي يأكل الربا: البس سلاحك لكي تحارب، فيقول: أحارب من؟ فيقال له: تحارب الله. ما أدري، الله جل وعلا يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب من الله، سلط الله عليه الجنود، جنود السماوات والأرض، سلط الله عليه الجراد، يسلط الله عليه الأمراض، يسلط الله عليه الرياح، يسلط الله عليه الحريق، الغرق على أمواله، يسلط الله عليه اللصوص، يسلط الله عليه من يسلط عليه الظلمة الذين يأخذون ماله. هذا معنى الحرب. هم معناه أن الله ينزل جنود وسلاح، ينزل جنودا ما تعلمها ولا تشوفها، جنود الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض. يسلط عليك أشياء ما تراها. نعم.